بعتبر بعد ما كنت أشتغل في مطبخ أونلاين إني أفتح مطعم، صحيح متواضع صغير بس بعتبرها كتير نقلة بالنسبة إلي كتير كبيرة وحلوة، وبتمنى كمان إنه أكبر وأوسع كمان من المشروع لقدام. توكلنا على الله في المطعم، وكان عارفين وضع غزة سيء، فلوقتيش احنا بنضلنا حاطين ايدينا على مكتفين، قلنا لا لازم ناخد خطوة جريئة، يا اما صابت يا خابت. الحمد لله صابت. بلاس قناة فلسطين الرقمية.